طيب يا جدعان، الفيديو ده هو يعتبر الفيديو التكملة او الجزء الثاني للفيديو القديم اللي انا نزلته، واللي هو برضو كان بيتكلم عن كل التأكيدات والادلة اللي بتأكد رجوع روبرت داوني جونيور بالدور بتاع ايرون مان تاني. وقبل بداية الفيديو انزل تحت اشترك في القناة وفعل زر الاشعارات على الكل عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول، وحط لايك على الفيديو وابقى اكتب لي احسن كومنت عندك، ويلا ندخل في الموضوع. وفي البدايه كده لازم تكون فاهم ان الفيديو اللي انا نزلته قبل كده اللي هو كان من حوالي شهرين او 3 شهور كان بيتكلم على الاخبار والادله كلها بشكل عام، بس كان معظمها قديمه ومن زمان. ولكن في خلال فيديو النهارده هنتكلم على الادله الجديده واللي احنا لسه شايفينها الفتره اللي فاتت. وفي البدايه لازم نبدا باول حاجه هي لسه نازله من قريب جدا وانتشرت بشكل مجنون اليومين اللي فاتوا، واللي هي الحقيقه الكامله اللي خلت ان روبرت داوني جونيور يسيب الدور بتاع توني ستارك. واحب اعرفك ان كلامي كان فعلا صح، روبرت داوني جونيور ما كانش عايز ان هو يسيب الدور. واللي احنا عرفناه من الاخبار اللي هي نزلت الفترة اللي فاتت ان هو كيفن فاجي راح سنة 2014 للبيت بتاع روبرت داوني جونيور، وفي خلال نفس السنة اللي هي 2014 كان بيتصور فيلم افنجرز ايج اوف الترون واللي هو نزل بعديه بسنة اللي هي سنة 2015. اما بالنسبة لكيفن فاجي فهو راح هناك عشان يتكلم معاه في الموضوع بتاع الاعمال اللي هي هتنزل قدام ويعرفه المستقبل بتاع الشخصية بتاعته. وفي نفس الوقت كيفن فاجي في نفس الكلام اللي كان قاعد بيقوله عرفه النهاية بتاعت شخصية ايرون مان او توني ستارك، وعرفوا ساعتها ان هم عايزين يخلوا الشخصيه دي ان هي تموت، والمفروض ساعتها كمل كلامه واتفقوا على الاعمال اللي هي هتنزل قدام اللي هي بعد فيلم افنجرز ايج اوف الترون، وعرفوا بالظبط ان هم عايزين يخلوا امتى الشخصيه بتاعه توني ستارك ان هي تموت. وطبعا وقتها كانوا مخططين عن فيلم افنجرز اند جيم، وده الجزء الاول، وتفهم منه كده ان الموضوع بتاع موت توني ستارك هو مكانش من الممثل نفسه على حسب الاخبار الرسميه اللي هي نزلت، ولكن دي كانت الخطه بتاعت كيفن فاجي. اتذكر برضو في الجزء الثاني من الاخبار دي ان هو بعد سنتين بالظبط حصل نفس الموضوع تاني، ولكن المره دي كان معاه الروسو براذرز، وساعتها الروسو راحوا عنده البيت وعرفوه النهايه بتاعت توني ستارك بالظبط هي هتبقى عامله ازاي. واللي اتذكر برضو ان هو روبرت داوني جونيور وهو قاعد بيقرا السكريبت بتاع نهايه الشخصيه بتاعته والطريقه اللي هو هيموت بيها، وساعتها هو قاعد بيقرا هو كان قاعد بيعيط، والروسو براذرز اول ما شافوه ان هو قاعد بيعيط قالوا تمام ماشي، وخدوا النهايه دي حطوها جوه الفيلم، وعرفوا ساعتها ان هي النهايه دي فعلا لايقه عليه. وبكده تكون انت عرفت ان روبرت داوني جونيور ما راحش قال ان هو زهق من التمثيل فعشان كده كان عايز يسيب الدور، ولا الموضوع كان بالنسبه له موضوع ارباح وفلوس بس على الفاضي، ولا اي حاجه من الاخبار الهبله دي اللي هي كانت قاعده بتنزل على النت كتير. ولكن الموضوع كله كان بتخطيط كيفن فاجي وكان بتخطيط برضه الروسو براذرز، ولكن في البدايه كان من كيفن فاجي نفسه لان هو اول واحد راح عرفه الموضوع ده وعرفه ان هم عايزين يموتوا الشخصيه بتاعته، وبعد كده هو جاب مخرجين عشان يكتبوا النهايه هتبقى عامله ازاي. نيجي بعد كده الصوره هي لسه نازله برضو من قريب جدا، واللي هي الصوره بتاعت روبرت داوني جونيور وكيفن فاجي والمخرج جون فافرو او اللي احنا عرفناه جوه عالم الام سي يو باسم هابي هوجن. والصوره دي كانت متاخده في هوليوود عشان كان في تكريم للمخرج جون فافرو، وكمان برضو طلع روبرت داوني جونيور وقال له كلام حلو. ولكن الغريب في الصوره دي واللي برضو في ناس كتير لاحظت الموضوع ده ان هو روبرت داوني جونيور هو مع كيفن فاجي في نفس الصوره، وحاجه زي كده لو انت شايفها ان هي ممكن تكون ضعيفه او عبيطه قوي فاحب اقول لك ان دي الطرق بتاع تلميح كيفن فاجي على اي مصيبه جديده هتحصل قدام، او مش مصيبه هي مفاجاه، لان من الطرق اللي كيفن فاجي بيستخدمها عشان يقدر ان هو يلمح على حاجه قدام ان هو ينزل صوره، زي بالظبط نفس الموقف اللي حصل برضو مع الممثل هيو جاكمان، نزلوا صور بتاعت بعض وهم كانوا متصورين مع بعض وكل الناس كانت عارفه ان هو كده هيو جاكمان هيرجع للدور بتاع ولفرين تاني، وكيفن فاجي كان مكتفي ان هو ينزل الصوره من غير اي كلام عشان الناس تكون فاهمه ايه اللي هيحصل قدام. وطبعا في ناس كتير جدا ومنهم اللي جم قالوا لي ان دي تعتبر صوره عاديه مش حوار كبير، عشان طبعا هيو جاكمان هو ممثل معروف ومحبوب بالناس للناس كلها هناك، وكذلك برضو كيفن فاجي هو يعتبر من الناس المحبوبه هناك برضو في هوليوود، وده كان بالنسبه للفئه الاولى من الناس. اما الفئه الثانيه فعرفت ان ده تلميح على ان هيو جاكمان راجع، واللي حصل بالفعل ان هو هيو جاكمان بنفسه طلع قال ان هو هيرجع بدور ولفرين. فمش هفضل بقى كل شويه اقول لكم ان ده تلميح وده ما اعرفش ايه، ما اكيد انا اتكلمت على الموضوع ده كذا مره، وكيفن فاجي بقت حركاته كلها معروفه، والصوره دي بتاكد لك مليون في الميه ان هو كده روبرت داوني جونيور هيرجع تاني بدور توني ستارك او ايرون مان. ازاي بقى ان هو هيرجع؟ ففي عندك طرق كتير جدا، اولها طبعا ان هم يرجعوا بالزمن عشان يجيبوا نسخه قديمه من توني ستارك زي بالظبط ما حصل مع جامورا وهي دلوقتي عايشه في عالم الام سي يو وهي في الاساس نسخه من زمن قديم. والطريقه الثانيه ان هم يستخدموا حجر الروح عشان يقدروا يرجعوا توني ستارك تاني في عالم الام سي يو، وطبعا النسخه دي زي ما قلت قبل كده هتكون هي نفس النسخه بتاعه توني ستارك اللي هي كانت ماتت في احداث فيلم اند جيم. وطبعا عندك بقى في عوالم موازيه كتير جدا ممكن يجيبوا اي نسخه من اي عالم موازي، ولكن احتمال بشكل كبير جدا على حسب الاخبار والتسريبات اللي هي قاعده بتنزل روبرت داوني جونيور يظهر بالدور بتاع سوبر
سوبيريور ايرون مان، ويكون جاي من الكون 838، وهيكون جاي من نفس الكون اللي كان موجود فيه فريق الالوموناتي عشان ينتهي من سكارلت ويتش، وان هي قتلت الفريق بتاع الالوموناتي كله. فساعتها في حاله ان هو هيظهر بالدور ده فهيظهر عشان ينتقم منها. وتذكر برضو ان هو هيكون معاه شويه من الانفينيتي ستونز موجودين في البدله بتاعته، فهو من ناحيه القوه هيكون اقوى بمراحل كبيره جدا من توني ستارك بتاع عالم الام سي يو. واظن برضو ان انا اتكلمت على الموضوع ده اكتر من مره وقلت لكم انه كان في خلال فيلم دكتور سترينج 2 كان في تلميحين عن ايرون مان او توني ستارك. التلميح الاول اللي هو كان موجود في المقر بتاع الالوموناتي واللي هو كان الكرسي الفاضي واللي هو المفروض بتاع توني ستارك، ولكن زي ما عرفنا ان توني ستارك في خلال العالم ده هو صنع الالترون، فعشان كده هو ما بقاش يحضر معاهم تاني، وبالتالي الكرسي بتاعه هو موجود ولكن هو فاضي. وبالمناسبه برضو ده مش الكرسي بتاع دكتور سترينج عشان الناس اللي كانت قاعده بتسال، وكتاب الفيلم هم اللي قالوا الكلام ده. والتلميح الثاني واللي هو الكون الخاص بتوني ستارك واللي هو الكون الحديث اللي احنا شفناه برضو جوه الفيلم، واللي برضو ممكن يكون في خلال الكون ده في نسخه لتوني ستارك ممكن تظهر تاني قدام. فمن ناحيه توني ستارك ففي اكتر من طريقه عشان يرجع بيها. طب تعالى بقى نتكلم عن اخر حاجه هي لسه نازله من قريب واللي هي بتاكد لك رجوع روبرت داوني جونيور تاني، والكلام ده المره دي هو جاي من الممثل نفسه اللي هو مارك رافلو. كان في خلال معرض من قريب جدا وفي واحد ساله من الجمهور بيساله عن توني ستارك وعن برضو الفريق القديم، هل هو مفتقد وجود توني ستارك والشخصيه بتاعت كابتن امريكا والشخصيات التانيه اللي هي كانت موجوده في الفريق بتاع الافنجرز في السيت او في التصوير بتاع الافلام والاعمال اللي هي شغاله دلوقت؟ وساعتها رد وقال ايوه، والشخص برضو ساله تاني هل انت متوقع ان احنا ممكن نشوفهم قدام ولا لا؟ وبرضه مارك رافلو رد عليه وقال له ايوه. ولما الشخص ساله ازاي، مارك رافلو قال ان احنا عندنا تايم ترافل او السفر بالزمن، وعندنا جهاز السفر بالزمن ممكن نرجع نجيب اي نسخه قديمه، او احنا عندنا مالتي فيرس ممكن نجيب اي نسخه من المالتي فيرس، او ممكن بالفعل نسخه تيجي من المالتي فيرس او الاكوان المتعدده. وطبعا انت عارف ان هي الاكوان كبيره جدا والكلام ده. المشكله بالنسبه لي ان مارك رافلو يعتبر من اكتر الناس اللي هي بتحرق الافلام، هو وتوم هولاند، ودي حاجه معروفه. وبالنسبه لمارك رافلو فهو برضه بيعرف الافلام اللي جايه وبيعرف الشخصيات اللي هي هتتقدم قدام، ولكن طبعا عشان العقود والاوراق والكلام ده كله شركه مارفل بتخليه ان هو ما يحرقش اي حاجه. كممثل طبعا انت عليك ان انت تعرف ايه اللي هيحصل جوه العالم السينمائي ده، ولكن مش في كل الاعمال، ولكن بشكل عام انت بتبقى عارف الموضوع. وبرضه لو انت صديق او زميل للشخصيات اللي هتظهر قدام او الممثلين دول فانت هتبقى عارف اخبار اكتر، حتى لو الشركه نفسها هي منعاك ان انت تعرف الاخبار. فبالنسبه لمارك رافلو والكلام اللي هو قاله هو بالفعل كلام حقيقي. من ناحيه توني ستارك فهو هيرجع تاني وهو نفس الممثل روبرت داوني جونيور، حتى بدليل الكلام اللي هو قاله لما هو قال السفر بالزمن او المالتيفيرس اللي هو من الاخر بياكد ان روبرت داوني جونيور كده كده في طرق كتير لرجوعه. هو بعدها قال ان هو تقريبا كده دخل في ورطه، لان هو عارف ان شركه مارفل بتعمل مشاكل مع اي حد بيجي عشان يسرب اي معلومه او بيحرق اي فيلم او اي حاجه يعني بشكل عام، وما اظنش ان دي حاجه غريبه علينا. حتى الممثل برضو الفرد مولينا لما هو حرق نفسه ان هو هيظهر جوه فيلم سبايدر مان نو هوم، شركه مارفل كانت قاعده بتحطه في كل اعلان حرفيا، لان هو بنفسه اكد ان هو راجع. فبالنسبه لمارك رافلو هو شخصيا عارف الممثل روبرت داوني جونيور، والاتنين حبايب وحابين بعض والكلام ده كله، فاكيد 100% هو عارف ان روبرت داوني جونيور هيرجع تاني قدام. وضيف برضه ان هو عارف كيفن فاجي شخصيا والاتنين برضه في علاقات كويسه بينهم، فاكيد برضه كيفن فاجي ممكن يكون لمح له على ان روبرت داوني جونيور او عرفه على الاقل ان هو هيرجع تاني. وبس كده يكون فيديو النهارده خلص. لو عجبك الفيديو حط لايك على الفيديو، وانزل برضه تاكد ان انت مشترك في القناه ومفعل زر الاشعارات على الكل عشان توصلك كل الفيديوهات الجديده اول باول، وعرفني تحت رايك في التعليقات او اكتب احسن تعليق عندك. واشوفكوا الفيديو الجاي، وبيس اوت.